لا شك طبعا ان المفاوضات التي تمت على مستوى عال جدا وعبر العواصم استمرت ايام طويله منذ يوم الجمعه الماضي، ومشروع القرار مطروح، لكن الولايات المتحده على ما يبدو مصره على الا يكون هناك لهذا القرار اي مخالب او انياب من شانها ان توقف القتال في غزه. هي رفضت في الاساس فكره وقف القتال، واصرت على تعليق القتال في مرحله ما، ثم هبط ذلك الى مستوى خطوات عاجله بادخال عباره اتخاذ خطوات عاجله تسمح فورا بادخال المساعدات بامان وبدون عرقله وبشكل موسع، وباتخاذ وخطوات تؤول الى خفض القتال، اي ان خفض القتال او وقف القتال لم يعد مطروحا، بل اتخاذ خطوات تؤول الى خفض القتال، وترفض بشكل قاطع فكرة الأمين العام للأمم المتحدة بأن يكون هناك بأن ينشئ هيئة لتراقب إدخال المساعدات وتوزيعها بشكل آمن. طبعا الأمم المتحدة تشكو من أن توزيع المساعدات في غزة مستحيل في الظروف الأمنية، لأن ليس هناك أي مكان في غزة أمين. الولايات المتحدة ترفض وقف إطلاق النار بكل الأشكال، وترفض إدانة حتى قصف المدنيين. مجلس الأمن الدولي قرر أن يجتمع عند 6:30 بتوقيت القدس المحتلة ليصوت على مشروع القرار الحالي، بعد أن ليلة عاصفة الليلة الماضية كان هناك جلسة مغلقة، علمت الميادين بأن الصراخ كان عالي جدا داخل القاعة. مندوب روسيا قال للولايات المتحدة أنتم تتدنون بهذا القرار، المستوى الذي كان عليه القرار السابق 3712 الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي قبل أسابيع، وهذا القرار الجديد أدنى منه. لكن هناك وضع إنساني مؤلم جدا في قطاع غزة، ملايين يجوعون، هناك طبعا أمراض، هناك نقص في المياه، هناك ليس هناك مأوى للمدنيين. المجموعة العربية رأت أن ضرورة إدخال المساعدات بأي ثمن، وبالتالي أعتقد أن هذا السبب الذي يدعوها إلى قبول هذه الجلسة، وربما لا يتم تبني قرار هذا اليوم، ربما يكون هناك فيتو عليه، لأن هذا القرار أقل بكثير من المتوقع ولا يضمن إدخال المساعدات، حتى أن المندوبة الأمريكية قالت إدخال المساعدات سيتم بعد تهيئة الظروف، أي الظروف هذه تعني أعمال عسكرية، ليس هناك إدانة للأعمال العسكرية الإسرائيلية أو للقصف العشوائي للمدنيين. حتى كلمة إسرائيل دولة محتلة رفضتها الولايات المتحدة، هي ترفض كل ما ممكن من شأنه أن يؤثر على إسرائيل، على سمعة إسرائيل أو على سير العملية العسكرية. الولايات المتحدة منخرطة في هذه العملية العسكرية وتريد أن تستمر حتى تحقق أهدافها مهما كان الثمن. حتى أنا بالنسبة للوضع في شمال إسرائيل في جنوب لبنان، إسرائيل تقول أنها لا تستطيع المضي في أي حرب في لبنان بدون مساعدة الولايات المتحدة، وهي تنتظر المساعدة، والمساعدة تأتيها على المستوى الدبلوماسي والمستوى العسكري والمستوى كل المستويات. بالتالي هنا لدينا وضع في مجلس الأمن الدولي يكشف بشكل واضح عمق الأزمة وعمق الانخراط الأمريكي ومدى إمعان الولايات المتحدة في دعم إسرائيل مهما بلغ الثمن. أعتقد أن مجلس الأمن الدولي سيشهد جلسة صاخبة أيضا اليوم، ولا ندري إن كانت روسيا ستستخدم الفيتو.